كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعذون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا على الله عنهم في الحياة الدنيا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا في شك منهم لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فخذوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه إن الله سريع الحساب قال فإنها محرمة عليهم فقطعوا أيدي الله بما كسبا مكارا من الله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة فاذن عنك يا يوم الأيام كرار ما فيه الذين خسروا أنفسهم لا يؤمنون هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه ترجعون بما تزعمون خلق السماوات والأرض بالحق يوم يقول لهم وبابنا له إسحاق ويعقوب كلا ندينا ونوحا ندينا من قبل ومن ذريتي داود الله عدوا بغير علم كذلك لن